أتواجد الآن في داخل ووسط مخيم البريد، هذه المنطقة التي كانت تعتبر قبل أسابيع منطقة آمنة، ولكن الآن أصبحت ضمن المناطق الخطيرة التي هدد الجيش الإسرائيلي سكانها بالإخلاء وطالبهم بالإخلاء. قبل يومين طالبهم بالإخلاء بالورق، والآن بدأ بقصف المنازل على رؤوس الساكنين صباح أليم على سكان مخيم البريج هذا اليوم، نظرا لأن عدد كبير رفض النزوح في البداية، ولكن الآن بسبب كثافة النيران اضطروا إلى المغادرة والخروج. هنا أكثر من 4 مدارس إيواء تدفع للأونروا ترفض الخروج بسبب عدم وجود أماكن تلجأ إليها في منطقة دير البلح أو منطقة رب جنوب قطاع غزة. هنا يحاول الجميع الآن المغادرة بسبب كثافة النيران. صباح هذا اليوم تعرض هذا المخيم لقصف عنيف بالطائرات الحربية الإسرائيلية وبالمدفعية الإسرائيلية، بالإضافة إلى مشاركة الطائرات المسيرة. الآن نحن هنا في أقرب منطقة يمكن لنا أن ننسحب منها في حال استمرت الاشتباكات واستمر القصف على هذا المخيم. الطائرات المسيرة تشارك في استهداف المواطنين، وعلى بعد أقل من 100 متر هنا عدد كبير من الضحايا سقطوا في استهداف من الطائرات المسيرة الكواد كابتر التي استهدفت النازحين خلال خروجهم من داخل المخيم. هنا الجميع يحاول حمل أمتعتهم والملابس والأغذية والفراش في ظل هذه الأجواء الباردة، والمغادرة باتجاه منطقة دير البلح أو منطقة رفح أو باقي المنطقة الوسطى. يعني هذا اليوم انتقلت كل عمليات الجيش الإسرائيلي إلى منطقة مخيم البريج الذي يتعرض لقصف عنيف منذ ساعات الصباح حتى هذه اللحظة بالطائرات الحربية الإسرائيلية. يعني هنا لدينا أحد المواطنين من سكان هذا المخيم، يعطيك العافية خالد. ايش صار اللي الصبح عندكم اليوم؟ والله امبارح واليوم كان قصف بشكل مش طبيعي، يعني امبارح قصفوا يمكن اكثر من 50 غارة خلال 3 دقائق، والليله بدا على 12:30 ضلوا يمكن للساعه 3 قصف بالاف 16 بشكل مش طبيعي وبشكل عشوائي، ووزعوا مناشير امبارح ووزعوا مناشير اليوم انه الكل يخلي منطقه البريج بشكل عام، واحنا حياتنا قاعدين بدنا نشوف سياره عشان نطلع، وين بدنا نطلع مش عارفين، المهم نطلع من البريج وخلص. بقى الوضع صعب اليوم الصبح. بالليل كان صعب وما زال هالقيت صعب، يعني انت شفت يمكن وانت هنا قصفت الاف 16 والصبح كانت المدفعيه تضرب ضربت كل الاماكن في البريج مش مكان معين. استهداف مدنيين وقصف بالناس. كان في شهداء اليوم طلعوا شهيد، وفي ناس اذا استشهدت فوق ما حدش عارف يطلع فوق، يعني من دواره برصاص وفوق ما حدش عارف يطلع. اليوم أصعب يوم على مخيم اليوم أصعب يوم كان على مخيم البريج، لأنه هي طوارة برصاص في النظار فوق مش عارفين نصالها نجيب أغراضنا. وين رايحين طيب؟ أنا هلقيت أننا نطلع من البريج، نروح على الدير، نروح المكان، المهم هلقيت هدفنا نطلع من البريج. سلام التام إن شاء الله. يعني هذه حالة من حالات مخيم البريج، وبالتالي هناك حالة نزوح أكثر هذا اليوم باتجاه منطقة الوسطى ومنطقة رفح جنوب قطاع غزة. في ظل استمرار هذه الاشتباكات مستمرة الآن حالة النزوح للنجاة بأنفسهم بسبب كثافة النيران في ظل هذا القصف المتواصل. أسامة الكحلوت لقناتي العربية والحدث من مخيم البريج وسط قطاع غزة. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.